القارة العجوز ما تزال حلم الآلاف وإن كان الثمن باهظا وهو المخاطرة بحياتهم. مرة أخرى قتل سبعة أشخاص إثر غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل ليبيا فيما تمكنت البحرية الإيطالية من إنقاذ نحو 500 شخص. هذا المركب حيث تظهر هذه الصور آخر لحظات غرقه معظم من على متنه من القارة الإفريقية. مهاجرون من اعمار مختلفة يخوضون رحلة خطرة على امل ان يبتسم لهم الحظ وتكتب لهم حياة جديدة بعبورهم الى الضفة الاخرى. وللحد من تدفق الاف المهاجرين غير الشرعيين تحاول ليبيا جاهدة التصدي لهؤلاء بوسائلها المتواضعة، خصوصا وان هذه الفترة تبدو الحالة المناخية ملائمة لهذه الرحلات، فقد تضاعفت اعدادهم خلال الاسابيع الاخيرة. تم انقاذ الساعة السادسة مساء 135 مهاجر والصباح الباكر 450 مهاجر وثلاث ايام وثلاث ايام هي فيما سبق 1934 مهاجر يومي العدد تزايد والامكانيات بسيطة صحيح أن القوات البحرية الليبية تنجح في أحيان كثيرة في توقيف عدد من المهاجرين لكن تبقى وسائلها وخبراتها في هذا المجال محدودة لذا كانت قد طلبت الحكومه الليبيه من الاتحاد الاوروبي تدريب قواتها البحريه وهو ما وافق عليه الاتحاد الاوروبي واعطى الضوء الاخضر لتوسيع مجال عمليات المهمه البحريه صوفيا لتشمل ايضا مهمه التدريب وحسب المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين التابعه للامم المتحده فان اكثر من اربعه الف مهاجر حاولوا العبور الى اوروبا انطلاقا من هذا البلد المغاربي منذ مطلع العام الجاري بينما تقدر عدد من الدول الاوروبيه اعداد المرشحين للهجره الموجودين في ليبيا حاليا بمليون شخص